دي جي اوتلو، اهلا بيك في سيدتي واهلا بيك في اس ار ام جي اكسبيرينس. اهلا فيك، اهلا فيك حبيبي. شايف الاجواء ازاي؟ احنا موجودين في اس ار ام جي، في بانلز بتتكلم في مواضيع مهمه، انتوا النهارده كمان كان في بانلز عن الميوزك، عن نهوض صناعه الميوزك في الميدل ايست، تطورات اللي بتحصل في المنطقه في السعوديه في الريجن. شايف الاجواء ازاي والفايبس على البحر، وشايف الوضع كله ازاي؟ ما يحتاج، البحر قدامنا والاجواء نار، يعني فرصه صراحه اللي يبون اس ار ام جي في كان اول ذا واي من انا من البحرين، وين هني تو ريبريزنت ذا كونتري، تو ريبريزنت ذا ميوزك سين في البحرين وبالاخص الخليج. قدرنا نقدم بيرفورمانس سريع، نراوي الناس الهيب هوب الخليجي شلون نقدر نسويه، الميكس اللي صاير الفيوجن اللي قاعد نسويه. كنت بحكي مع فيليب راتشي ان من إن الهيب هوب والراب في الخليج من سنين طويله، من سنين سنين ليهم فانز، والسين دلوقتي المصري والكويتي والخليجي والبحريني بدا ينتشر كمان مع الفرص اللي بتحصل في الميدل ايست في السعوديه، الميدل بيست اللي موجود مهرجان والحاجات دي. شايف ده بيدي فرص ومساحات اكبر ازاي للفنانين؟ انا اتكلم عن نفسي، بديت انا يمكن من خلال تقريبا حدود 20 سنة، من 20 سنة ما في شيء، بروحك أنت ما تعرف شنو لازم تسوي، ما في فرص، ما في إيفنتس، ما في مسارح. ما شاء الله ويا اللي صار the past 3 years مع السعودية، بالعكس عطتنا فرص إحنا الأرتست القدم اللي بدينا هالموضوع ذي كله، وعطت فرص حق الفنانين اللي قاعدين يشوفون ويطمحون حق يصير ويركبون هذه الاستيجات.